هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. قبل اسبوع من الانتخابات استطلاع رأي يظهر ان نصف ناخبي المعارضة يريدون التعاون مع SD. قوة كبيرة من الشرطة تتواجد في مطار ستوكهولم بعد عملية سطو على أحد مستودعاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الكومبس. ذكر استطلاع جديد للرأي قام به معهد إنزو لصالح صحيفة أفتون بولادت أن نصف ناخبي أحزاب التحالف المعارض تقريبا يؤيدون أن تدير أحزابهم البلاد بدعم من حزب سفيريا ديمقراطنا في حال فازت المعارضة، لكن الاستطلاع أظهر في الوقت نفسه وجود انقسام عميق بين هذه الأحزاب في تلك القضية، حيث يريد 72% من ناخبي الحزب الديمقراطي المسيحي رؤية مثل هذا التعاون، فيما لا تتجاوز النسبة بين ناخبي حزب الوسط 8%. ويرى مراقبون أن هذا الانقسام يعكس التوتر الموجود داخل كتلة أحزاب المعارضة، لكن الملفت في الاستطلاع أن 64% من ناخبي حزب المحافظين يؤيدون دعم حزبهم لسفيريا ديمقراطنا، فيما أكد رئيس حزب المحافظين نفسه وأكثر من مرة أنه يرفض التعاون مع هذا الحزب. رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة على رئيس حزب سفيريا ديمقراطنا ييمي إكسون بعد أن كان الأخير قد صرح بأنه إذا ما طلب منه تقييم أي الرئيسين أفضل لبلاده، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن جوابه سيكون أنه لا يفضل أحدا منهم. ورد الرئيس الفرنسي على حديث أكسون في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي قال فيه إن قائد هذا الحزب لا يستطيع أن يقرر كيفية ترتيب القيم، مشيرا إلى أن روسيا ليست دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، وأن الرئيس الروسي يريد تفكيك الاتحاد الأوروبي حسب قوله، مضيفا إذا لم يكن بإمكان إكسون الاختيار بين الرئيسين الفرنسي والروسي فهذا يدل على أنه غير متوافق مع القيم السويدية وفقا لتصريحات رئيس فرنسا. تلاحق الشرطة السويدية عددا غير معروف من اللصوص بعد تعرض مستودع بمطار أرلندا في العاصمة ستوكهولم إلى عملية سطو. وقالت الشرطة السويدية في بيان لها اليوم، قالت إن اللصوص هربوا من الموقع بسيارتين بعد أن جرى اكتشافهم من قبل حراس الحماية في المطار. ومن أجل إعاقة عملية المطاردة قام اللصوص برمي المسامير على الطريق. وبحسب شرطة العاصمة فقد ترك هؤلاء شاحنة في الموقع بعد هروبهم، حيث كان قد أبلغ عن سرقة الشاحنة في وقت سابق. ومن المحتمل أنهم استولوا على بعض السلع، لكن من غير الواضح حتى الآن ما هي تلك السلع. مع قرب الانتخابات السويدية في 9 من الشهر الجاري، قدم حزب اليسار المزيد من الوعود الانتخابية لناخبيه، من بينها زيادة المنح الحكومية للبلديات ب 18 مليار كرون بحلول عام 2021. كما قدم مقترحا آخر يتضمن زيادة مخصصات الرعاية الصحية بقيمة 5 مليارات كرون سنويا. وقد قال رئيس الحزب انه لا يعد بتحقيق كل شيء للجميع، لكنه يتوقع تحقيق أكثر هذه الأهداف. طبعا يندرج المقترح ضمن ملخص للحزب يشمل جميع المقترحات التي قدمها خلال العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى زيادة المستوى وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع السويدي. شهدت مدينة فيستروس الليلة الماضية إحراق العديد من السيارات في 5 مواقع مختلفة من المدينة.
وقال الضابط المسؤول في الشرطة يوناس ليندغرين لوكالة الأنباء السويدية إن هناك شكوكا كبيرة جدا بوجود صلة بين القائمين على تلك الحرائق، لكنه لا يتوفر في الوقت الحالي أي مشتبه بهم. ووفقا للشرطة من غير الواضح عدد السيارات التي احترقت الليلة الماضية، لكن جرى السيطرة على معظم تلك الحرائق. أخيرا في هذه النشرة، قررت محكمة الاستئناف في مقاطعة سكونا تشديد العقوبة ضد رجل قام في شهر أيار مايو الماضي بقتل شخص آخر أو هو متشرد طعنا بالسكين في مدينة مالمو، وقد حكم على الرجل بالسجن لمدة 14 سنة مع الطرد من البلاد. وكان الرجل البالغ من العمر 37 عاما قد أنكر ارتكابه للجريمة، ولكن وفقا لمحكمة الاستئناف في المقاطعة فإنه من المستبعد أن يكون شخص آخر غيره قد ارتكب تلك الجريمة. وحسب التحقيقات فأنه في اليوم التالي لجريمة القتل عثرت الشرطة على سكين عليها آثار من دم المقتول، كما ظهرت علامات الحمض النووي للقاتل على جسد الضحية. ماذا في أخبار الطقس ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.